العاصمة اللبنانية. التصريح بتصويره يصدر عن محافظة بيروت، لكن التصريح بدخوله للعموم لم يصدر بعد، وإن صدر يكون لصالح زوار خاصين، الأمر الذي أثار احتجاجات الجمعيات البيئية. حرش بيروت شاهد على تاريخ المدينة، أصابه ما أصابها من ويلات الحروب الداخلية إلى عدوان إسرائيل إلى توسع الإسمنت على حسابه. أعادت منطقة إيل دو فرانس تأهيله في التسعينات، ورغم إنجاز التأهيل يبقى الحرش مقفلا منذ نحو عقدين أمام عموم الناس باستثناء جزء صغير منه، أما الجزء الأكبر فهو ليس متاحا إلا للأجانب ولحاملي تصاريح خاصة من اللبنانيين. مجالس البلدية السابقة قبل ما أنا أعمل رئيس بلدية أخذوا قرار أنه للحفاظ على هذه النباتات والأشجار نحصر الدخول إلى الحرش للناس، لفئة معينة من الناس خايفين من الأبيوز، سوء الاستعمال. ليس هنالك نظام في البلدية لكيفية إدارة 250 ألف متر وحماية 250 ألف متر، ما عندي. اثنين، المنشآت اللي مفروض تنعمل بالحرش لم تنجز بعد. أنا حابب لازم شركة خاصة الإدارة والحماية، بدي أعمل دفتر الشروط لما تبقى من التجهيزات المطلوبة داخل هذا الحرش لأقدر استقبل الناس. قبل ما أعمل هالشغلتين ما بقدر أفتح الحرش. معا لإعادة فتح حرش بيروت أمام جميع الناس حملة أطلقتها جمعيات أهلية، افترش ناشطوها 13 مكانا في بيروت مطالبين بحق الناس بالمساحة الخضراء الأكبر في العاصمة. فتح حرش بيروت لنا بيعني إعادة الانتماء لوطننا، إعادة اللقاء الناس بين بعضها، وبيقولوا لنا إنه ما بيلبق لنا شيء، الشركات الخاصة بيلبق لها أن تضبط الأمن، بس هيدي حجة وهيدي سلوك، يعني هيدي مثل أفكار عم يزرعوها فينا كرمال يسرقوا لنا حقنا وملكنا. حرش العيد كما كان يطلق عليه يقبع خلف قضبانه، لا عيد فيه ولا فرح، ورئة بيروت الخضراء لا تصل أنفاسها للجميع، فيما للجميع الحق بالتنفس وبالمساحة الخضراء. ميرنا سركيس، أم بي سي، بيروت. إليكم أبرز ما جاء